السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كي كدوزوا هاد الايامات ديال الحجر الصحي؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي مختلف على الفيديوهات السابقة. هاد الفيديو هو عبارة عن فيديو تحدي ما بين بزاف ديال اليوتيوبرز في واحد الوصفة، يعني اللي هي حلوة كل وحدة، يعني تقريبا نفس المقادير، ولكن كل وحدة وغادي ديرها بالطريقة ديالها. انا غادي كيف ما عودتكم دائما، فانا كندير لكم وصفات اللي ساهلة وفي المتناول وبمقادير اللي بسيطة وموجودة في اي منزل، وكذلك يعني كتخرج لنا كونتيتي اللي لا باس بها. فاليوم غادي نقترح عليكم واحد الحلوه سهله، تقدروا ديروها بالطابع او لا بلا طابع. انا غادي ندير لكم واحد النوع بطابع، يعني تقدروا نديروه بطابع، ونوع اخر بالنسبه للناس كاع اللي ما عندهمش طابع، يعني يقدروا حتى هما يديروه بوسائل اللي عندنا كاينه في الدار، يعني بلا ما نحتاجوا اننا نمشيو كيف ما كنعرفوا اننا هاد الايامات يعني ما كنخرجوش، وحتى الا خرجنا باش نتقداو ما كنلقاوش الحوانت كلهم حالين، وسورتو هاد الشيء هذا ديال الحلويات وداكشي، يعني اغلبيه موالين الحلوى سادين، يعني كيحلوا الناس اللي كيبيعوا المواد الغذائيه هما اللي كيحلوا دابا صافي. وما وإلا بغينا مثلا نديروا هاد الحلوه، فما غاديش نلقاو نقولوا لا حكا ما عندناش مثلا طابع ديالها ولا ما عندناش هذه. فانا غادي نوريكم واحد الطريقه سهله اللي تخرج فيها الحلوه عاطيه منظر زويون، وفي نفس الوقت يعني كتعطيك الشهيه انك تاكليها. نبداو بالمقادير. المقادير كما قلت لكم سهله وموجوده في اي منزل. عندي هنايا كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، جوج بيضات، 125 غرام ديال الزبده ولا نص باكيه، نص ربعه ديال الزبده، واحد ساشيه ديال الفاني، شويه ديال الملحه، نص خماره، تقريبا عندي هنا 4 غرام ديال الخميره. عندي هنايا 500 غرام ديال الفورص طحين، وعندي هنايا واحد كاضافه كاس ديال السميد. اللي بغى يديرو يديرو، واللي ما بغاش يديرو يقدر يستغنى عليه، يعني هذا ماشي ضروري. هذا كيعطي، انا كيعجبني حيت كيعطي واحد التقرميله في الحلوه، كتجي زوينه، كتعطي يعني كتجي مقرمله. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها هي الزبده. الزبده نحاولوا ناخذوا الزبده اللي كتكون لينه باش تعاوننا في الخدمه. ندير معها داك الفاني، واحد شويه ديال الملحه، غير واحد شويه صافي. وغادي نعجن هذا الشيء مزيان. هنا جاتني بقى مطلوقه، غادي نزيد فيها واحد الكاس اخر ديال الفورص. هنا كيف ما شفتوا انا عبرت كاس اخر 120 غرام، هنا غادي نزيد شويه بشويه، غندير النص ديالو.
مي هنا كيف ما كتشوفوا كتولي عندنا على هذا الشكل، خاصها تكون رطبه تكون قاصحه. هذا هو الشكل ديالها. انا غادي ننظف البلاصه ونرجع باش نوريكم تتم. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت جمعتها درت اللاطه اللي غندير فيها الحلوه، وجبت هاد الطابع هذا على شكل وريضه، يعني اللي عنده هاد الطابع غيديرو، واللي ما عندوش انا غنوريكم الشكل تاني اللي بلا طابع بلا حتى حاجه. كنجيب واحد شويه ديال سنيده وغادي نزوقها بهاد الشكلاط ديال الكوكيز. اول حاجه غادي نكورها، الكويرات ما يكونوش كبارين بزاف، نديرها في سنيده ونحط. صافي من بعد كنجيب هذاك الطابع وكنشوف واش غيبان لكم. كنجيب الطابع كنورك عليها بحال هكا، كنجي في الوسط كناخد هاد الكوكيز، هاد الجهه اللي كتكون يعني هكا دايره هكا مقبقبه هي اللي كنديرها لتحت، نحطها في الوسط ديال الحلوه وكنورك عليها شويه. اللي بغى يديرها فحال هكا يقدر يديرها، مبغاش اللي ما عندوش الشوكولاط يقدر يستغنى عليها. انا غادي نكمل هاد الطاوه نعمرها على هاد الشكل هذا ونرجع باش نوريكم الشكل الثاني. نسيت ما قلت لكم في هاد الاثناء هذه قبل ما نكمل انا اللاطه، راني شعلت الفران درته على درجه حراره 170 كنخليه حتى كيسخن بين ما عمرت اللاطه وندخلها. دابا غادي نوريكم الشكل الثاني. الشكل الثاني غادي نحتاج للتزيين ديالو هاد لي فخوي كونفي، وغادي نجيب اي كاس عندي في الدار يكون التحت ديالو مزوق على هاد الشكل، يعني يكون اي شكل عندي في الدار اي شكل. انا عندي هنا كاس كبير هذا ديال الماء هو اللي باش غادي نخدم، هاد الزواقه ديالو هي اللي غادي نخدم بها. كنكور بحال هكا الحلوه، نديرها عاوتاني في سنيده نحطها ونجيب الكاس نحاول نجيبو في الوسط ديالها. غادي نقربها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها، كتجي على هذا الشكل الزواقه كتجي على هذا الشكل. صافي وكندير فيها النص ديال هاد لي فخوي كونفي كنحطها الوسط وغنحطها ونبرك عليها مزيان باش تثبت طاب بحال هكا. صافي ونورك عليها. انا غادي نكمل هذا الشيء كامل كما وريتكم، ندير بحال هكذا، ندير فيها سنيده نحطها غير في يدي تنطبعها بحال هكذا، نحطها وندير فيها النص ديال هاد الفخوي كونفي الوسط ونورك عليها. صافي انا غادي نكمل على هاد الشكل هذا وندخلهم للفران، نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الاشكال بجوج اللي صايبنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي وجدنا اليوم. كيف ما شفتوا سهله، ما فيهاش بزاف ديال المقادير وما كتاخذ ليناش بزاف ديال الوقت، يعني انا وجدتها تقريبا في كل شيء يعني في التحضير ديالها بالطياب ديالها بكل شيء تقريبا واحد ساعة، وخرجت لي واحد الكميه تقريبا وفيره، يعني شفتوا المقادير اللي درت مقادير اللي قليله وخرجت لي تقريبا واحد 64 حبه، يعني خرجت لي كميه لا باس بها. وكيف ما شفتوا انا غادي نحل لكم واحد الوحيده باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. شوفوا كتجي مقرمشه من الداخل وكتجي مرمله، كتجي فيها ديك الترميله ديال هذيك ديال الاضافه اللي زدنا فيها هذيك الكاس ديال السميد. يعني كيف ما قلت لكم نتوما تقدروا تستغنيو عليه، ولكن الا جربتوه راه غادي يعجبكم، يعني غادي يعجبكم فيه هذاك المذاق ديال السميد، كيعطي فيها واحد التقرمشه لداخل كتجي زوينه، وتا المذاق ديالو يعني كيكون مختلف على ملي كديروها غير بالطحين الابيض بوحدو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وبالاخص الفكره ديال التحدي كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم،
وان شاء الله تقولوا لي في التعاليق ديالكم كيفاش جاتكم الفكره وكيفاش جاكم الفيديو وتجربوا. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، تجربوها حيت صراحه كتجي زوينه، وبالاخص اننا دابا كاينين يعني في الحجر الصحي، يعني جالسين ما كاين ما يدار، هكذا نديروا حليوه نفرحوا بها وليداتنا، نفرحوا بها نيت راسنا وباش ندوزوا نيت بها الوقت. وكيف ما شفتوا كما قلت لكم راها ساهله، ما كتاخذ لكمش بزاف ديال الوقت. الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو، كنتمنى انكم تخليوا لي واحد جيم على هاد الوصفه هذه، وتخليوا لي شي تعليق محفز. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش عندي فلاشين، كنتمنى انهم يضغطوا على الزر الاحمر ديال ابوني ويفعلوا الجرس باش يبقى يوصلهم جديد الفيديوهات ديالي. وكنتمنى للمشاركات الاخرين او للبنات الاخرين اللي معايا حد سعيد، حيت كل وحده صراحه يعني بدعات وعطات داكشي اللي عندها كيف ما شفتوا في التصاور. وفي الاخير كنقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.